مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع مباشر في كل مكان، بنجدد معاكم متابعتنا من داخل صالة التحرير، متواجدين معاكم دلوقتي داخل القسم السياسي في جريدة اليوم السابع. بنتابع معاكم تداعيات قرار وزير الداخلية المصري بتوزيع رموز النظام السابق من سجن ترى إلى عدة سجون أخرى مصرية. بنتابع معاكم طبعا تفاصيل وتداعيات الخبر ده على الوسط السياسي المصري، ومعانا دلوقتي أمين صالح من قسم السياسة. أهلا بيك يا أمين، وعايزين نعرف الخبر، يمكن كانت اليوم السابع منفردة بيه امبارح، عايزين نعرف تداعياته على الوسط السياسي. والله يعني هو قرار وزير الداخلية بتوزيع المساجين على السجون، دي حاجة احنا تعودنا عليها من فترة. كل حاجة تحصل في مصر يقول لك اللي بيحصل ده مؤامرة، اللي بيحصل ده الفلول، اللي بيحصل ده ترى لسه موجودين في البلد. وللأسف كل ده ما هو إلا شماعة المجلس العسكري بيعلق عليها فشله في إدارته لشؤون البلاد. مش معقول هيكون ترى اللي فيها رموز مبارك واللي كان بيسيطر على المجالس النيابية في مصر والوزارات والحكومات والمجالس المحلية واللي سقط في خلال 18 يوم واللي العالم كله عارف قد ايه ان هو نظام ضعيف ونظام هش، هيقدر يتحكم في المذابح اللي بتحصل في البلاد ده كله من غير ما ننكر دور المجلس العسكري، تمام، بصفته هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد في الفترة دي. في أي حاجة تحصل في مصر بنرجع لرقم واحد، المجلس العسكري بصفته المسؤول عن شؤون البلاد، بعد كده وزير الداخلية، بعد كده أفراد الأمن. هو ده. من هنا جه قرار وزير الداخلية بهذا الشأن، يعني مجرد تسكين أو تهدئة للناس وامتصاص غضب الشارع المصري، وكالعادة وشوية شوية نبتدي في قرار تاني ومذبحة تاني. طب عايزين نعرف ردود الافعال بقى في الوسط السياسي على القرار ده، هل كان في قبول؟ يعني عايزه افهم الناس بتفكر ازاي. الناس بتفكر زي ما انا اقول لك كده بالظبط، اي قرار في مصر، اي مذبحه في مصر بتحصل، تمام، المجلس العسكري بياخد اي خطوه او اي قرار عشان يسكن الشارع. مثلا حزب التجمع، استاذ نبيل زكي قال لي ان الموضوع ده هو امتداد لسياسات النظام السابق، دايما يجيب شماعه ويعلق عليها كل اخطائه في اداره شؤون البلاد. زي ما انت شايفه بالظبط، حصلت مذبحه بورسعيد مات فيها 75 واحد، ما طلعش ولا قرار لغايه دلوقتي، ما فيش متهمين، وكالعاده من اول موقعة الجمل لحد النهارده ما فيش حد جهه مثلا تقول لك خلاص ده المسؤول عن كذا، التحقيقات قالت النتيجه المعينه دي. انما كل اللي بيحصل مسكن ومهدئ للشعب كله. كان في ردود اخرى غير حزب الوسط؟ غير حزب التجمع، هي كافة الأحزاب السياسية في مصر باستثناء الإخوان المسلمين اللي هم دايما بنشوف ان هم بيبقوا في توافق دائم مع المجلس العسكري. حتى هم صرحوا أعلنوا قالوا ان احنا لازم نقضي الجدول الزمن المعلن للعسكري اللي هو قال ان احنا نخلص مرحلة انتقالية في 30 يونيو في وسط المذابح اللي بتحصل دلوقتي من غير ما يحصل جديد. طب عايزة اتكلم معاك برضو عن تفاصيل المطالبات بإقالة النائب العام المصري. بص، كتير من الثوار والساسة والفقهاء وكل الناس عارفة ان النائب العام ده اللي بيعينه هو رئيس الدولة، وبصفة مبارك كان رئيس الدولة في العهد السابق هو اللي عين النائب العام في مصر، وبالتالي اي قضية في مصر ما كانش بيتحاكم فيها ولا يظهر فيها متهمين، والاعلام كله يصير ان في طرف ثالث وان في كذا عشان ما فيش تحقيقات نيابة بتطلع علينا متهم اللي هو مسؤول عنها النائب العام. وطالما النائب العام يعني ما مش عايز اسيء الظن مثلا ان هو لو مش متواطئ مع نظام مبارك في العهد السابق او حتى مع العسكري في العهد الحالي، تمام، فهو على الاقل عنده قصور شديد في شغله، ما بيقدمش جديد، بنروح عشان نحاكم يجيب ملفات ونقعد ندرس زي موقعة الجمل بقالنا سنة لحد النهاردة ما طلعش ملف. بيطالب بقى المطالبات صوار. أنا أعتقد إن ميدان التحرير وكل القوى والأحزاب السياسية بتطالب بإقالة النائب العام، بس إحنا عندنا مشكلة في مصر هنا في القانون، لأن القانون ما بيسمحش بإقالة النائب العام إلا من رئيس الدولة أو رئيس المجلس العسكري بصفته قائم على إدارة شؤون البلاد في الوقت الحالي. وإن إحنا عشان نغير النائب العام، المجلس العسكري هو اللي هيعين نائب عام جديد، وده طبعًا ما ينفعش. المفروض يحصل تعديل في القانون الخاص بتعيين النائب العام ان هو يصدر من سلطه قضائيه مستقله، ما تكونش من سلطه رئيس البلاد. طب عايزه اتكلم معاك برضو عن الاشتباكات عند محيط وزاره الداخليه المصريه، اكيد ما زالت او يعني ما بين كر وفر، عايزين نفهم اخر ما وصلت.
بص، الاشتباكات عند وزارة الداخلية بدأت بعد أحداث مذبحة بورسعيد. الناس نزلت في الشارع، 75 واحد اتقتل في بورسعيد. السبب فين لحد دلوقتي طبعا كالعادة مفيش حد بعينه نقدر نقول هو اللي عمل كذا. ما اعرفش بقى ده تقاعس من الأمن ولا من المجلس العسكري ولا تواطؤ ولا تباطؤ ولا ايه بالظبط. فبالتالي نزل شباب الالتراس او جماهير كتيره جدا من مصر راحت عند ميدان التحرير، وحد راح عند وزاره الداخليه. بصفه وزاره الداخليه هي رمز الامن في مصر او رمز الحمايه او الوسيط، يعني مثلا اللي موجوده في الشارع هي اللي بتحمي المواطنين. بينددوا باللي حصل في بورسعيد. تواجدت قوات الامن حوالين وزاره الداخليه بكثافه، ايمانا منها بان المتظاهرين دول جايين يقتحموا وزاره الداخليه. هو على العكس تمام، المتظاهرين جايين بيتظاهروا بصفتها رمز من للامن في مصر ومش قادره تحقق الامن في مصر. حصلت اشتباكات ما بين المتظاهرين وبين قوات الامن، وقع سقوط العشرات من الاصابات. وفي محيط وزارة الداخلية بقى في كل الشوارع، شارع فهم، شارع نبار، شيخ ريحان، محمد محمود تمام. الأمر اللي خلى في انقسام بقى بين المتظاهرين قدام وزارة الداخلية. بعضهم من أهل عابدين بيقف مع وزارة الداخلية يقول كفاية كده، الثوار المفروض يرجعوا للتحرير. إنما في ثوار كتير جدا بيفضلوا إن هم يبقوا موجودين في وزارة الداخلية، بتحصل اشتباكات، يفضل في عدم استقرار، يفضل في عدم أمن تمام. وفي فريق في النص عقلاء بيحاول يهدم بين ده ومن ده، بيقول ان احنا الافضل لينا نرجع نتظاهر في التحرير وبلاش نتظاهر عند وزاره الداخليه. طبعا لما يكون في اجواء زي دي في وزاره الداخليه في كام الف واقفين متظاهرين، ده بيخلي بقى مثلا انتشار نوع من بلطجي معدي، فيعمل فوضى، يضرب امن، يضرب متظاهر، فتحصل اشتباكات فيتصاعد، تفضل الازمه زي ما انت شايفها كده بالشكل ده. شكرا جدا زميلنا امين صالح من قسم السياسه وجريده اليوم السابع، ودي كانت متابعتنا النهارده من داخل قسم السياسه. استنونا دايما من داخل صاله التحرير. اليوم السابع مباشر، الخبر من قلب الحدث.